وهكذا غدوت وحيدا يحيط بي ظلام تشرين الثاني وثلجه المتقلب الذي يغمر البيت وريحه التي تصفر في المداخن. لقد عشت أعوام 24 في مدينة كبيرة جدا، وكنت أظن أن العواصف الثلجية تعوي في الروايات فقط، لكن ظهر لي أنها تعوي على أرض الواقع أيضا. المساءات هنا طويلة طولا غير عادي، ومصباح الطاولة الأزرق يعكس ضوئه في النافذة السوداء، وأنا أحلم ناظرا في البقعة المضاءة على طرف يدي اليسرى. حلمت بمركز القضاء الذي يبعد 20 فرسخا من هنا. تمنيت أن أهرب من مركزي هذا إلى هناك حيث يوجد كهرباء وأربعة أطباء يمكن للمرء أن يطلب النصيحة منهم. وعلى كل حال فالأمر هناك ليس مخيفا كما هو هنا، لكن ليس ثمة فرصة للهرب، بل يخيل إلي أحيانا أن الهرب ضرب من التخاذل. لقد درست في كلية الطب من أجل هذا بالذات. ماذا لو أتوا بامرأة تعاني من حالة ولادة عسيرة، أو بمريض يعاني من فتق مختنق؟ ماذا سأفعل؟ انصحوني من فضلكم، فقد تخرجت منذ 48 يوما من كلية الطب بتقدير ممتاز، لكن كلمة ممتاز تبقى على الورق ولن تساعد في عملية الفتق المختنق. شاهدت مرة واحدة فقط كيف أجرى البروفيسور عملية جراحية للفتق المختنق. لقد أجراها في حين جلست أنا في المدرج فحسب. كان العرق البارد يبلل ظهري عندما كنت أفكر بالفتق المختنق. كنت أفكر كل مساء في وضعية واحدة لا أغيرها، أعبئ الشاي، وقد وضعت تحت يدي كل كتب العلمية حول عمليات التوليد، وفوقها دليل دودرليان الطبي الصغير، وتناثرت عن يميني عشرات المجلدات المختلفة حول العمليات الجراحية مع الرسومات التوضيحية. كنت أتأوه، أدخن، وأشرب الشاي البارد، وهكذا غفوت على هذه الوضعية. أذكر تلك الليلة جيدا، 29 من تشرين الثاني، إذ استيقظت منذ 5 دقائق على صوت قرع شديد على الباب، وها أنا ذا أحاول ارتداء بنطالي دون أن أحول عيني المتضرعتين عن الكتب المقدسة للعمليات الجراحية. سمعت صرير المزلاج في باب الفناء، أذناي أصبحتا مرهفتين على نحو مدهش. حدث هام على ما يبدو، شيء أشد رهبة من الفتق وأشد تعقيدا من حالة الولادة العسيرة. لقد جاءوا بطفلة مريضة إلى مشفى نيكولاسك في 11:00 ليلا. قالت لي الممرضة بصوت خافت: طفلة مريضة تموت، من فضلك يا دكتور إلى المشفى. أذكر أنني قطعت الفناء ومشيت مهتديا بضوء مصباح الغاز، وعندما دخل المشفى نظرت كالمسحور إلى تلألؤ المصباح. كانت غرفة الاستقبال مضاءة، وأفراد الطاقم الذين يساعدونني ينتظرون قدومي مرتدين ملابسهم البيض. هؤلاء هم مساعدي ديبنبان لوكيتش، إنه جد كفء على الرغم من صغر سنه، وقابلتاه خبيرتان ماريا نيكوليفنا وبراسكوفيا ميخائيلوفنا. أما أنا فقد كنت شابا في ربيع 24، تخرجت في الجامعة منذ 2 شهر وعينت رئيسا لمشفى نيكوليسك. فتح مساعدي الباب بطريقة احتفالية فظهرت لي أم، لكنها دخلت طيرانا متزحلقة بجزمتها الشتوية حتى أن الثلج لم يكن قد علق على خمارها. كان وجهها مجعدا وكانت تبكي بصمت وهي تحمل بين يديها لفة تزفر وتصفر بشكل رطيب. وعندما خلعت الأم معطفها وخمارها حللت اللفة فشاهدت طفلة في عامها 3، ونسيت في تلك اللحظة علم العمليات الجراحية كلها، ونسيت وحشتي والحمل الجامعي الذي يثقل كاهلي. نسيت كل شيء تماما أمام جمال هذه الطفلة الأخاذ، بأي شيء يمكنني مقارنتها. لا يوجد أطفال بهذا الجمال إلا على علب الشوكولاتة فقط. كان شعرها على طبيعته مجعدا كخواتم كبيرة، لونها كلون الحنطة الناضجة، وعيناها واسعتان زرقاوان، وخداها كخدي دمية. ثمة كدر غريب عشش في قاع عينيها، وفهمت أن هذا الشيء الغريب هو الخوف.
لم يكن بإمكانها أن تتنفس، ستموت بعد ساعة. فهمت بشكل لا ريب فيه، فانقبض قلب انقباضا موجعا. لاحظت أن المجاري الهوائية تغور تحت حنجرتها، وأن العروق تنتفخ عند كل شهيق، وأن لون الوجه الوردي النضر قد تحول إلى ليلكي باهت. لقد فهمت معنى تغير اللون هذا، وفهمت فورا أين تكمن المشكلة. وقد كان تشخيص الأول صحيحا تماما، والأهم من ذلك كان متزامنا مع تشخيص القابلتين الماهرتين الخبيرتين. الطفلة مريضة بالخناق، وقد تراكمت الأغشية المريضة في الحنجرة، وعما قريب ستنغلق تماما. سألت مخترقا صمت أفراد مجموعتي المتحفز: كم يوما مضى على مرض الطفلة؟ اليوم الخامس، قالت الأم وهي تنظر إلي بعينيها الواجمتين. إنه الخناق، قلت لمساعدي دون اكتراث. ثم قلت للأم: وأنت بأي شيء كنت تفكرين؟ ماذا كنت تعتقدين؟ في تلك اللحظة دوى من خلفي صوت باك: اليوم الخامس يا أبتاه، الخامس. والتفت فرأيت عجوزا هادئة مدورة الوجه تضع خمارا، وفكرت في الهاجس المحزن الذي ينذر بالخطر وقلت: أنت يا عجوز اسكتي، إنك تعيقينني. وأعدت السؤال على الأم: بماذا كنت تفكرين منذ 5 أيام؟ دفعت الأم بالطفلة إلى العجوز بحركة تلقائية، وركعت على ركبتيها أمامي، ثم قالت وهي تضرب جبينها بالأرض: أعطها شرابا، سأخنق نفسي إذا ماتت. انهضي حالا، وإلا فإنني لن أتحدث معك بعد الآن. نهضت الأم بسرعة تحف تنورتها الواسعة بالأرض، وتناولت الطفلة من العجوز وراحت تهدهدها، في حين أخذت العجوز تصلي متوجهة نحو أيقونة في الزاوية، وتابعت الطفلة تنفسها الذي يشبه الفحيح. قال مساعدي: كلهم يفعلون الشيء ذاته. ومال شارباه وهو يقولها ميلا واضحا: ماذا إذن؟ هل ستموت؟ سألت الأم وهي تنظر إلي بغبط أسود، فأجبت بصوت خفيض وجازم: نعم ستموت. عند ذلك تناولت العجوز طرف ثوبها وأخذت تمسح عينيها، بينما صاحت الأم بصوت أجش: أعطها، ساعدها، أعطها شرابا. لقد عرفت جيدا ما ينتظرني، فكنت حازما: أي شراب أعطيها؟ انصحوني، الطفلة تختنق، حنجرتها مملوءة، وأنت منذ 5 أيام تعذبينها على بعد 15 فرسخا من هنا، والآن ماذا تريدين أن أفعل؟ قالت العجوز ما جنب كتف الأيسر بصوت مصطنع: أنت تعرف أكثر يا أبتاه. وعلى الفور شعرت حيالها بمقت شديد. اخرسي، قلت لها، واتجهت نحو مساعدي وأمرته أن يأخذ الطفلة. أعطت الأم الطفلة للقابلة، فأخذت تخفق بين يديها تريد على ما يبدو أن تصرخ، لكن صوتها لم يخرج. أرادت الأم الدفاع عن ابنتها فأبعدناها، واستطعت أن أنظر في ضوء المصباح الساطع إلى بلعوم الطفلة. حتى تلك اللحظة لم أرى في حياتي حالة خناق حادة أبدا، إلا تلك الحالات البسيطة التي كنت قد نسيتها بسرعة. كان ثمة شيء ما منتفخ أبيض ممزق في بلعومها. تنفست الطفلة فجأة بعمق وبصقت في وجهي، لكني لسبب ما لم أخف على عيني المشغولتين بأفكاري. قلت وأنا مدهوش من قدرتي الذاتية على تمالك الأعصاب: الأمر كذلك، لقد تأخرتم، الطفلة ستموت، ولا يمكن مساعدتها إلا بشيء واحد هو العمل الجراحي. وتوجست خيفة من قولي هذا، لماذا قلته؟ لكنني لم أستطع إلا أن أقول، وخطرت في ذهني فكرة: ماذا لو وافقوا؟ سألت الأم: كيف هذا؟ فشرحت لها: يجب علينا أن نفتح الحنجرة من أسفلها ونضع أنبوبا فضيا كي تتمكن الطفلة من التنفس، عندئذ يمكن أن ننقذ حياتها. نظرت الأم نحوي نظرتها إلى مجنون، وحجبت عني طفلتها بيديها. أما العجوز فشرعت تقول: ماذا بك؟ لا تعطيه إياها، سوف يذبحها، ماذا بك؟ إنها حنجرة.
قلت لها بكره شديد: اخرجي ايتها العجوز من هنا. ثم امرت مساعدي قائلا: رش الكافور. لم تعطينا الام الطفلة عندما رأت المحقنة، لكننا شرحنا لها ان هذا ليس مخيفا، فسألت: أيمكن لهذا ان يساعدها؟ لا، لا يساعدها اطلاقا. عندها عادت الام للنحيب. كفي عن هذا، قلت لها، ثم نزعت ساعة يدي وتابعت: أعطيك 5 دقائق للتفكير، وإذا لم توافقي خلال هذه الدقائق 5 فسأتخلى بعد ذلك عن هذا الأمر بنفسي. أعطيك 5 دقائق للتفكير، وإذا لم توافقي خلال هذه الدقائق 5 فسأتخلى بعد ذلك عن هذا الأمر بنفسي. فقالت الأم بحدة: غير موافقة. وأضافت العجوز: لسنا موافقين. إذن كما تريدان، قلت بصوت خفيض، وفكرت: وهكذا ينتهي كل شيء، وهذا أسهل علي. لقد قلت لهم، عرضت عليهم أمام عيون القابلات المدهوشة، لكنهم رفضوا فأنقذوني. وما كدت أنتهي من تفكيري هذا حتى صاح أحدهم من ورائي بصوت غريب: ماذا بكما؟ هل جننتما؟ ما معنى رفضكما هذا؟ أتقتلان الطفلة؟ وافقة، كيف لا تشفقان عليها؟ لا، صرخت الأم من جديد. فكرت في نفسي: ماذا أنا فاعل؟ قد أذبح الطفلة. لكني قلت قولا مخالفا: هيا بسرعة بسرعة وافقة، لقد بدأت أظفارها تميل إلى الزرقة. لا لا، إذن خذوهما إلى العنبر لتجلسا هناك. فأخذوهما عبر الممر شبه المعتم، وسمعت بكاء المرأة وصفير الصغيرة. وبعد ذلك عاد مساعدي لينقل إلي موافقتهما. وافقتا. تحجر كل شيء في داخلي، لكني قلت بشيء واضح: أقم المبضع والمقصات والكلابات بسرعة. بعد دقيقة قطعت الفناء بسرعة، حيث كانت الزوبعة الثلجية تمر مسرعة تضرب الوجه كالشيطان. وركضت إلى غرفتي حاسبا الدقائق، فتناولت كتابا وقلبت صفحاته، فوجدت رسما توضيحيا يصور طريقة شق الرغامي. كان كل شيء واضحا في الرسم، وكانت الحنجرة مفتوحة بسهولة، والسكين مغروزة في الرغامي. عكفت أقرأ النص دون أن أفهم شيئا، إذ كانت الكلمات تقفز من أماكنها أمام عيني بشكل غريب. أنا لم أرى في حياتي كيف يجرون جراحة الرغامي. لقد فات الأوان، قلت في نفسي وأنا أنظر باكتئاب على ضوء المصباح الأزرق في الصورة الواضحة أمامي. شعرت أن عملا صعبا ومخيفا قد هبط على رأسي. ثم عدت أدراجي إلى المشفى دون أن ألحظ العاصفة في الفناء. كان الظلام دامسا في غرفة الاستقبال. جاءت العجوز بتنورتها الملفوفة، فالتصقت بي وأخذت تشكو: يا أبتا، كيف يكون الأمر كذلك؟ كيف ستفتحون حنجرة الطفلة؟ أو يعقل هذا؟ لقد وافقت، إنها امرأة غبية، أما أنا فلست موافقة، أقبل العلاج بالشراب، لكني لن أسمح بشق حنجرتها. لتخرج هذه العجوز من هنا، صرخت. ثم أضفت وأنا في صورة الغضب: أنت الغبية، أنت ذاتك، أما هي فذكية. إضافة إلى ذلك، فإن أحدا لم يسألك، أخرجوها من هنا. طوقت القابلة العجوز ثم دفعتها خارج الغرفة. قال مساعدي فجأة: كل شيء جاهز. دخلت إلى غرفة العمليات الصغيرة، وما كنت أعبر العتبة حتى رأيت عبر الستائر الأدوات اللامعة والمصباح المبهر وغطاء المشمع. وخرجت للمرة الأخيرة إلى الأم التي استطعنا انتزاع الطفلة من بين يديها بصعوبة، فسمعت صوتا مبحوحا يقول: الزوج غير موجود، إنه في المدينة، سيأتي وسيعلم بما فعلت، سيقتلني، سيقتل. قررت العجوز وهي تنظر إلي نظرة مخيفة. قلت آمرا: لا تدعهما تدخلان غرفة العمليات. أصبحنا وحدنا في غرفة العمليات، الطاقم وأنا والطفلة ليدكا. كانت الطفلة جالسة على الطاولة عارية تبكي بلا صوت. مددوها على الطاولة وغسلوا رقبتها ثم مسحوها باليود. تناولت المبضعة وفي تلك اللحظة فكرت: ماذا أنا فاعل؟ كان كل شيء هادئا في غرفة العمليات،
جرحت بالمبضع الحنجرة المريضة المنتفخة جرحا عموديا لم تنزف قطرة دم واحدة، ثم مررت المبضع على الأنسجة الرخوة البيض التي كانت تفصل بين شقي الجلد، فلم ينزف الدم أيضا في هذه المرة. وبينما شرعت أقص الشاش أخذت أتذكر بعض رسومات الأطاليس الطبية تذكرا بطيئا. عند ذلك اندفع الدم القاني من أسفل الجرح وغمر وبلمح البصر الجرح كله وسال على الرقبة، فأخذ مساعدي يمسح الدم بقطع الشاش لكن النزف لم يتوقف. حاولت أن أربط بين ما كنت رأيته في الجامعة وبين الحالة التي أمامي، أخذت أضغط طرف الجرح بالملقة لكن دون نتيجة. أصابني البرد وابتل جبيني، وأسفت بحسرة لأنني انتسبت إلى كلية الطب ولأنني أتيت بنفسي إلى هذه المجاهل. وبيأس شديد غرست الملقة بشكل اعتباطي في مكان ما قرب الجرح وضغط. عندها توقف النزيف فجففنا الجرح بقطع الشاش، فظهر لي نظيفا لكنه غير مفهوم البتة. لم يكن ثمة وجود للرغام في أي مكان. أما الجرح الذي أحدثته فلم يكن له شبه في أي رسم توضيحي. مرت دقيقتان أو ثلاث وأنا أقوم بشكل آلي لا واع بغرز المبضع مرة أخرى وبالملقة مرة ثانية باحثة عن الرغام، وفي نهاية الدقيقة الثانية يئست من العثور عليها. إنها النهاية، فكرت. لماذا فعلت هذا؟ كنت أستطيع ألا أعرض عليهم العملية وبذلك تموت ليدكا بهدوء في العنبر، أما الآن فإنها ستموت بحنجرة مشقوقة ولن أستطيع البرهنة بتاتا أنها كانت ستموت على كل حال وأنني لم أضرها. مسحت القابلة جبيني بصمت. أضع المبضع جانبا وأقول لا أعرف ماذا أفعل بعد هذا. هكذا فكرت، وطرأت لي عين الأم، فأخذت المبضع من جديد وغرسته دون وعي في رقبة ليدكا بحدة وعمق، فتباعدت النسج البيض وظهرت أمام الرغام ظهورا مفاجئا. الكلابات، طلبت بصوت مبحوح. ناولني مساعد الكلابات فغرست طرف الكلاب الأول في جهة والطرف الثاني في الجهة الأخرى، وناولت واحدا لمساعدي، وبعدها رأيت شيئا واحدا فقط، حلقات الرغام المصابة، فغرست المبضع الحاد فيها وصعقني ما رأيت. إذ اندفعت الرغام خارج الشق المحدث. عندها أصيب مساعدي كما تهيأ لي بالجنون، فقد أخذ فجأة يقتلع الكلاب من مكانه. تأوهت القابلتان من ورائي فرفعت عيني وفهمت ما الخطب. لقد بدا أن مساعدي قد أغمى عليه من جراء انحباس الهواء ولم يترك الكلاب الذي في يده، فكاد يقتلع الرغام من مكانها. كل شيء ضدي، وفكرت يبدو الآن دون شك أننا قد ذبحنا ليدكا. ثم استرسلت في التفكير وقلت لنفسي جازما حالما أعود إلى البيت سأنتحر. عندها رمت القابلة الأقدم ذات الخبرة الجيدة نفسها على مساعدي وتناولت منه الكلاب، ثم قالت لي مطبقة بشدة على أسنانها تابع يا دكتور. سقط مساعدي على الأرض فارتطم محدثا صوت، لكننا لم نكترث له. غرزت المبضع في الرغام ثم زرعت فيها الأنبوبة الفضية فانزلقت بحذق، لكن ليدكا بقيت بلا حراك ولم يدخل الهواء إلى مجراها التنفسي كما ينبغي أن يكون الأمر. تنفست الصعداء وتوقفت. لم يكن علي أن أفعل شيئا بعد هذا. كنت أود أن أعتذر من شخص ما أو أعترف بطيشي عندما قررت أن أنتسب إلى كلية الطب. كان الصمت مطبقا، ورأيت كيف كانت ليدكا تزرق، فرغبت أن أترك كل شيء وأبكي. وفجأة ارتعشت ليدكا ارتعاشة غريبة وطرحت كالنافورة عبر الأنبوبة الأغشية المعتلة والدم المتخثر، فدخل الهواء إلى مجاريها التنفسية مصدرا صفيرا حادا. بعد ذلك أخذت الطفلة تتنفس وتئن بصوت مرتفع. في تلك اللحظة نهض مساعدي شاحبا متعرقا ونظر بغباء وخوف نحو رقبة الطفلة، وشرع يساعدني في إخاطة الجرح. وعبر غشاوة العرق التي غطت عيني وجهي القابلتين الفرحتين، فقالت لي إحداهما لقد أنجزت العملية إنجازا رائعا يا دكتور. ظننت أنها تسخر مني فنظرت إليها بكآبة مقطبا حاجبي، ثم فتحوا الباب فدخل النسيم العليل
وظهرت الأم في الباب على الفور، كانت عيناها كعيني حيوان مفترس، وسألتني: ماذا؟ عندما سمعت رنين صوتها سال عرقي في ظهري، وعندها فهمت ما كان يمكن أن يحدث لو أن ليدكا ماتت على طاولة العمليات. لكنني أجبتها بصوت شديد الهدوء: كوني مطمئنة، إنها حية وستكون حية كما أتمنى، لكنها لن تستطيع نطق أي كلمة قبل أن ننزع الأنبوبة، لذا لا تخافي. وهنا شبت العجوز من تحت الأرض راسمة علامة الصليب نحو الباب، ثم نحوي، فنحو السقف. ولكنني لم أغضب منها في هذه اللحظة، والتفت وأمرت أن يحقنوا ليدكا بالكافور وأن يتناوبوا على رعايتها. ثم ذهبت إلى غرفتي عبر الفناء. كان المصباح الأزرق مضاء في غرفة مكتبي، حيث يوجد دودرليان، وحيث تناثرت الكتب هنا وهناك. واقتربت من الأريكة واتجعت فوقها بملابسي، ثم توقفت عن رؤية أي شيء مهما كان شأنه، ونمت نوما عميقا حتى أني لم أرى أحلاما. مر شهر ثم آخر، عينت أمراضا كثيرة، كان بعضها مخيفا أكثر من حنجرة ليدكا. لقد نسيت تلك الحنجرة، كان الثلج يغمر الكون، وكان عدد المرضى المعالجين يرتفع يوما بعد يوم. وذات مرة في العام الجديد دخلت امرأة إلى غرفة العيادة تسحب بيدها طفلة ملتفحة تشبه الصندوق. تهللت عين المرأة، وعندما أنعمت النظر عرفتها. أوه ليدكا، ما بها؟ كل شيء على ما يرام، لقد فقوا الضمادات عن رقبتها. كانت خجلة وخائفة، لكني تمكنت على الرغم من ذلك من رفع ذقنها ومن النظر إلى رقبتها. كان ثمة ندبة سمراء عمودية على الجيد الوردي، وندبتان عرضيتان رفيعتان من أثر الخياطة. قلت: كل شيء على ما يرام، تستطيعين ألا تأتي بعد الآن؟ فردت الأم: أشكرك يا دكتور شكرا جزيلا. ثم خاطبت ابنتها: قولي شكرا للعم. لكن ليدكا لم تشأ أن تقول لي شيئا، ولم أرها بعد ذلك بتاتا، وأخذت أنساها. أما معالجتي للمرضى فكانت تزداد يوما بعد آخر، وجاء يوم عالجت فيه 110 مرضى، فقد بدأنا العمل في 9 صباحا وانتهينا في 8 مساء. وعند انتهاء العمل نزعت ردائي الأبيض وأنا أتمايل، فقالت لي مساعدتي القابلة الأقدم: يجب أن تشكر الخناقة على هذا النجاح، أتعرف ما يقول الناس في القرى؟ يقولون إنك مجنون ليدكا، وقد وضعت مكان حنجرتها حنجرة فولاذية وأخطتها. إنهم يسافرون إلى تلك القرية خصوصا كي يشاهدوها. هذا هو المجد يا دكتور، أهنئك. واستفسرت: أو تعيش بهذه الحنجرة الفولاذية؟ نعم إنها تعيش. أما أنت يا دكتور فممتاز، تفعل كل شيء بدم بارد وبشكل رائع. نعم، أتعرفين؟ أنا لا أضطرب أبدا. قلت لها هذا دون أن أعرف لماذا قلته، لكني شعرت أنني من شدة الإرهاق لا أستطيع حتى أن أخجل. حولت نظري إلى الجانب الآخر فقط، ثم ودعتها وذهبت إلى غرفتي. كانت ندف الثلج تتساقط لتغمر كل شيء، وكان المصباح مضاء، وكان بيتي منفردا هادئا جميلا. وأثناء سيري كنت أرغب في شيء واحد، أن أنام.